جاء من خطبة لأمير المؤمنين ومولى المتقين وسيد البلغاء وسيد البلغاء والمتكلمين صلوات الله وسلامه عليه، في شأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله: فبعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق، فبعث محمداً صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. نبارك لكم إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات هذه الأيام ذكرى المبعث النبوي الشريف، وأسعد الله أيامكم بهذه الذكرى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا عظة وعبرة وطريقا للتمسك والثبات على ولاية رسول الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومحبة وولاية أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على ضوء هذا المقطع من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله والذي سوف يدور حوله حديثي في هذه الخطبة، أنه يستفاد من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن الهدف من البعثة الشريفة يتلخص في هذين الأمرين، ألا وهما: الأول، الخروج بالناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني، إخراج الناس من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. محور البعثة النبوية يدور حول هذين الأمرين المهمين. أما الأمر الأول وهو إخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث في زمن قال عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبوة، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم واطمأنت صفاتهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في هكذا زمن وفي هكذا مجتمع، ولا يخفى علينا أيضا ما وصفته ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في وصفها إلى ذلك المجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تتحدث أيضا عن جانب
من سر البعثة النبوية. تقول عليها السلام: ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله عز وجل مع عرفانها، فأنار الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله. فأنار الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وجلى عن الأبصار غممها، وكشف عن القلوب غيبها، فقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الصراط المستقيم، ودعاهم إلى الدين القويم. وفي مورد آخر حيث كان عليه الناس والمجتمع في وضعهم الأمني، في وضعهم الاقتصادي، في هويتهم، في قوتهم وضعفهم، تقول عليها السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد. صلى الله عليه وآله. هكذا كان للبعثة النبوية ذلك الدور العظيم الجليل في هذا المجتمع الذي هو متصف بهذه الصفات. فأخرج الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذا الأثر أيضا مستمر، هذا الأثر مستمر ليس في زمن رسول الله وحسب، بل في كل زمان دور الرسالة تخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن مسميات الأوثان والأصنام تتغير من زمن إلى زمن. فإذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هي عبادة هذه الأصنام التي تصنع من الحجارة والأخشاب وغيرها، فإنه قد يكون هناك في زمن أو في زماننا هذا أصنام، ولكن بشكل آخر، ليست هذه التي من الحجارة ومن الأخشاب، أو أصنام مختلفة. قد يكون الإنسان عابداً إلى شهواته، هذه عبادة. هناك صنمية ولكن ليست من حجر أو خشب، وإنما هذه الصنمية التي قد يعبدها الإنسان تتشكل أو تكون كامنة في هذه النفس، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى يكون إلها، الهوى يكون صنما يعبده هذا الإنسان. إذا مال مع هواه في غير الحق فقد اتخذ هواه إلها. فاتباع الهوى، اتباع الشهوات والملذات والعكوف عندها،
هذه عبادة إلى الذات، عبادة إلى الشهوة، عبادة إلى اللذة، عبادة إلى هذه النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان جاءت الرسالة لتخلص الإنسان من هذه القيود التي كبل الإنسان بها نفسه من عبادة الذات والشهوات، ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هناك أغلال، الرسالة تقوم برفع هذه الأغلال من الإنسان. الإنسان إذا نظر إلى ذاته ورأى نفسه يتعالى على الناس، هو يعيش الصنمية في ذاته ويعبد هذه الذات. إذا كان في الإنسان هناك ظلم تجاه الناس، وهناك تجبر تجاه الناس، فإنه يعيش صنمية في ذاته. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله من أصنام آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وآله في الحديث المروي: يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الإيمان إلا اسمه، ومن الإسلام إلا رسمه. فتعجب الصحابة وهم يسمعون ذلك، فقالوا: يا رسول الله، أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم، كل درهم عندهم صنم. هذا الذي يعبد الدينار والدرهم ويبيع آخرته بالدراهم والدنانير، ماذا تسمي عن هذا الإنسان؟ الذي بل أحياناً يبيع آخرته بدنيا غيره وهي أبخس الصفقات، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ إنه عابد لدرهمه، عابد لديناره. هذا الذي كان يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله من عبادة أصنام آخر هذا الزمان، نعوذ بالله تعالى من هوى النفس وطغيانها. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. أما فيما يتعلق بالأمر الثاني، وهو قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. الشيطان اسم في معناه يأتي في القرآن غير ما يأتي في معنى إبليس. عندنا شيطان وعندنا إبليس. قد يظن البعض أن الشيطان هو إبليس وإبليس هو الشيطان، يعني مترادفان على حد تعبير اللغويين، ومتساويان على حد تعبير المناطقة. لا، إبليس شيطان، ولكن هناك شياطين في مسمياتهم أوسع من دائرة إبليس، فالمعنى أعم، الشيطنة أعم من إطلاقها على إبليس وحده. إبليس هو هذا المخلوق الذي لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في السجود لآدم، وطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته ولعنه إلى أبد الآبدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا كان المخاطب به إبليس. وهناك خطاب وهناك حديث عن الشياطين، شياطين
الجن والإنس، والشيطان هو كل شيء يغويك عن عبادة الله وعن طاعة الله فهو شيطان، وكل جهة تتصدى إلى الحق تكون تواجه الحق وتنصر الباطل فهي شيطان. فالشيطان هو من يتجسد فيه الأعمال الخبيثة والسيئة ويحارب الحق وأهله ويدعو إلى إلهاء الناس عن الحق والدعوة إلى الباطل فهو شيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الشيطنة التي تكون في عالم المخلوقات. فإذا لما الشيطان يقول عز وجل الشيطان يقصد به هذا المعنى العام، وإذا خاطب به إبليس فإنما هو مصداق لهذا المعنى العام، وليس الشيطان هو فقط إبليس عليه اللعنة. ولهذا لا بد من الحذر من هؤلاء الشياطين والاستعادة بالله منهم في كل أشكالهم وصورهم. أصدقاء السوء شياطين، جلساء المنحرفون شياطين، أئمة الظلم والضلال شياطين، الولاة الجبابرة الطواغيت شياطين، الكتاب والفاسدون، الكتاب الفاسدون الذين يشغلون أوقاتهم بالفتن وانحراف الناس في أفكارهم وعقائدهم شياطين، وسائل الإعلام المزورة الملثقة أو الملثقة، كلها هذه مصاديق للشيطنة وتندرج تحت هذا المفهوم للشيطان. أولئك المتجبرون الذين يصدون عن الحق وينصرون الباطل ويواجهون أهل الحق فهم أهل الشيطنة وهم شياطين هذا الزمان. فإذا من يسعى إلى إفساد الناس وإلهائهم في هذا الزمان فهو يتعامل بالشيطنة، فينبغي الحذر من هؤلاء الذين حذر منهم كتاب الله عز وجل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لاحظ دقة، ما قال ولا تتبعوا خطوات إبليس، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شيطان أعم من إبليس، شيطان أعم من إبليس. كل عمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فإنه يشكل شيطنا وهو شيطان أمامه. ولهذا الآية تقول خطوات، وما قالت خطوة الشيطان، لأن الشيطان لا يبدأ لا يريد لك فقط أن تخطو خطوة واحدة ولا يرضى منك بذلك، وإنما إذا خطوت خطوة فإنه يتبعها خطوة وبعد الخطوة خطوة إلى أن يرديك في الهاوية ثم يتبرأ منك. فيما ينقل من القصص
أنه في زمن بني إسرائيل كان رجل متنسك متعبد، فجاء جماعة معهم أرادوا السفر ومعهم ولهم أختهم كانت مريضة، فأين يؤمنوها؟ أمنوها عند هذا الرجل عابد وكذا ومتنسك. لكن بعد أن سافروا لعب الشيطان في رأسه وزين له العمل الحرام، حاول أن يبعد نفسه عن هذه الفكرة إلى أن وقع في حبائل الشيطان فاقترف المحرم. لما اقترف المحرم ورجع إلى نفسه ندم، قال ما فعلت أنا؟ جاءه الشيطان قال أنت الآن فعلت فعلة عظيمة ولا بد أن تتستر من هذه الفعلة. كيف أتستر؟ قال عليك بقتل هذه الفتاة. فاستحسن الفكرة، قام بقتلها. بعد أن قتلها أيضا رجع، ماذا فعلت؟ جاءه إبليس قال عليك بأن تخفي أثر الجريمة، أن تدفنها حتى وتقول أنا ما أدري عنها، خرجت. فاستحسن الفكرة ودفنها. جاء إخوتها وأهلها بعد سفرهم، أين الفتاة؟ قال إنها خرجت، طابت وخرجت، لا أدري أين ذهبت. فأحدهم في تلك الليلة رأى إبليس في عالم الرؤيا يقول له إن فلانا فعل الجريمة الكذائية وقتل ابنتكم ودفنها في المكان الكذائي. انتبه هذا من النوم، ذهب حفر وإذا هذه المسكينة مقتولة مدفونة. جاءوا إليه قبضوا عليه، حوكم بالإعدام، يعدم هذا وهو في حبل المشنقة. تراءى له إبليس قال له أنا أوقعتك في هذا المأزق وأنا جئت الآن لأخلصك مما أنت فيه. قال كيف تخلصني؟ قال أخلصك من هذا الموت المحتم. قال طيب هذا زين، يعني أنت الآن أتيت لتنقذني، قال ولكن بشرط. قال وما هو؟ قال أن تسجد لي فقط، هذا العمل وأنت سوف تتخلص من الموت. قال الآن أنا على حبل المشنقة كيف أسجد لك؟ قال تومئ بعينيك أو برأسك على بعنوان السجود وانتهى الأمر. فأومأ برأسه بعنوان أنه يسجد إلى إبليس فشنق في حينها، وما أنجاه الشيطان أو إبليس. هكذا يعني هي حكاية ممكن أن تؤخذ منها عبرة، إن إبليس لا يترك الإنسان حتى آخر لحظة من حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من حبائل إبليس ومكائده ودسائسه، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء. ختاما نذكر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أثر البعثة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها
وإياس من ثمرها واغورار من مائها، قد درست منار الهدى وظهرت أعلام الردى، فهي متجهة لأهلها عابسة في وجه طلابها. ويقول عليه السلام في موضع آخر لأثر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، يقول عليه السلام: دفن الله به الضغائن وأطفأ به النوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وآل بيت نبيك. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن وأنتم في خير وعافية، والإسلام في عزة ومنعة ونصرة.